اهلا بيكم معانا النهارده في برنامج حريف محاسبه. في حلقه النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه جدا. يلا يا محاسب انت هو علشان هنتكلم عن معادله الميزانيه. في الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن طبيعه الحسابات. كل حساب ليه طبيعه خاصه. طبيعه حساب الاصول كانت طبيعته مدينه، طبيعه حساب الخصوم كانت دائنه، المصروفات مدين، الايرادات كانت دائنه. طيب طبيعة الحسابات اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت كانت من وجهة نظر مين؟ من وجهة نظر الشركة، بمعنى ان حساب الاصول مدين للشركة، مدين للشركة بما يحتويه من قيم. حساب الخصوم دائن على الشركة بما يحتويه من قيم. كلنا بنتلخبط في الجزء بتاع دائن ومدين، ناس كتير قوي بتتلخبط في الموضوع ده. خلينا ناخد كده مثل كان بيقولوه اجدادنا، لما حد ينقذ حد، يعني هنعتبر ان في شخص بيغرق وشخص تاني انقذه، بيطلع يقول له انا مدين لك بحياتي. اذا هنا اللي تم انقاذه ده المدين، واللي انقذ ده الدائن. المدين هو اللي عليه، الدائن هو اللي ليه. قيس اي معامله بالطريقه دي هتلاقي الموضوع سهل جدا. فمثلا لو قررنا نعمل معامله، لو الشركه يعني قررت تعمل معامله بان هي تشتري سياره من مورد، هنا المورد ليه فلوس، يعني هو اللي ليه، يعني هو الدائن، وتصبح الشركة كده مدين. بالتحديد جوه الشركة حساب السيارات هيكون المدين. قيس بالطريقة دي كل المعاملات بتاعتك، هتلاقي الموضوع بقى سهل جدا في قصة دائن ومدين. ودي كانت لفتة سريعة أو تذكرة سريعة عن طبيعة الحسابات. معادلة الميزانية بقى اللي هتتكلم عنها النهاردة هي المكون الأول، أول خط بنخطه في عمل الحسابات. يعني بقول بسم الله وبضغط القلم بتاعي وابدأ اشتغل بمعادلة الميزانية. حد هيقول لي معادلة الميزانية دي اخر حاجة علشان اطلع بيها الميزانية العمومية؟ لا يا فندم. معادلة الميزانية بتقول ان الاصول بتساوي الخصوم زائد حقوق الملكية. ثلاث بنود بساط جدا واضحين جدا: الاصول الممتلكات، الخصوم الالتزامات والديون، حقوق الملكية حقوق ملاك المنشأة، الناس اللي حطوا فلوس عشان يستثمروها في الشركة، اللي هو رأس المال يعني. طيب ثلاث بنود واضحين جدا. ليه بنقول ان هم اول خط في العمل المحاسبي او في العمل المالي؟ لان حقوق الملكية اللي هو النقطة رقم 3 دي بتتأثر ببندين مهمين جدا. البندين دول بيتكرروا في كل ساعة من عمر الشركة، طول ما الشركة بتشتغل طول ما البندين دول بيتكرروا. طيب ايه البندين دول؟ ايه المؤثرين الكبار قوي على حقوق الملكية دول؟ الإيراد والمصروف. الإيراد بيأثر إيجاباً على حقوق الملكية، بيزودها. بمعنى لو حصل إيرادات، بعنا وعملنا إيرادات، يعني عملنا أرباح، يعني هنوزع على المستثمرين أرباح، يعني حقوق ملكيتهم بتزيد. ولو عملنا مصروفات، ده الجانب الثاني أو المؤثر الثاني على حقوق الملكية، لو عملنا مصروفات ده بيقلل من حقوق الملكية بالسلب، يعني بيجي على حقوق الملكية بالسلب. معنى كده ان معادلة الميزانية البسيطة اللي احنا كنا شايفينها مكونة من ثلاث نقط بس، لو قلناها بشكل مفصل اكتر هنقول ان الاصول بتساوي الخصوم زائد حقوق الملكية زائد الايرادات ناقص المصروفات. فهنا اصبحت معادلة الميزانية بالشكل اللي احنا قلناه ده تشمل كل جوانب العمل في الشركة وكل ما تملكه الشركة وكل الطرق اللي هتقوم بيها بمعاملات مالية. خلينا نفصل الموضوع ببساطة شديدة زي ما احنا متعودين مع بعض يا صديقي. الأصول دي اللي هي ممتلكات الشركة، أول بند خالص. الأصول يعني المكتب الأساس، يعني اللي الشركة بتستخدمه، السيارات، المبنى اللي فيه الشركة، كل الممتلكات، كل ما يمكن تحويله إلى نقدية مرة أخرى، يعني أي حاجة ليها عمر إنتاجي أطول من سنة أقدر أستخدمها أطول من سنة. دي ببساطة شديدة الأصول. عشان يبقى عندي أصول لازم هشتريها، لازم يكون عندي رأس مال أشتري بيه الأصول دي، فلوس يعني أشتري بيها الأصول دي. في بداية عمر الشركة الفلوس دي هي رأس المال. رحنا كده للنقطة الثالثة اللي هي حقوق الملكية. فلو خدت بالك معايا كل خطوة بتحركها بتنقلني لخطوة تانية، ومعادلة الميزانية فيها في النص يساوي، فبشبهها بالميزان. الأصول بتساوي الخصوم زائد حقوق الملكية.
لازم الميزان ده يكون متساوي دايما، بالانسد، الاطراف دي كلها تبقى متساويه. ليه؟ كلما تساوت هذه الاطراف دل على صحه المعلومات الماليه الموجوده. معنى كده ان ما ينفعش الاصول تزيد عن الخصوم او حقوق الملكيه. طب ما تيجي ناخد مثال بسيط نوضح بيه الموضوع اكتر. من ضمن حسابات الاصول حساب بسيط كده كلنا بنحبه، اسمه حساب الخزنه او الصندوق. حساب الخزنه او الصندوق ده اللي هو اللي بيحتوي قيمه الفلوس الكاش السائله اللي بتمتلكها الشركه. لو قررنا نشتري سياره، السيارات دي هتكون من مورد، او هشتري العربيه دي من مورد، العربيه هتروح لحساب الاصول. المورد هنا هيكون في الخصوم لان هو هيبقى دين عليا، فلوس هدفعها، التزام عليا هدفعه. كده الاصول في جانب قلت بقيمه النقديه اللي انا دفعتها كاش، دفعت كاش فقلت، بينما الخصوم زادت، حساب المورد زاد. يبقى لما الاصول تقل والخصوم ثابته هي وحقوق الملكيه، هنا الكفه ما بقتش مظبوطه، او كفه الميزان بتاعت الاصول بقى فيها خلل. فلما يحصل توازي بينهم هنا اتظبط الموضوع. طب حد هيقول لي طب دلوقتي الاصول قلت والخصوم زادت، يعني الخلل زاد اكتر. الاصول تاثر فيها بندين مش بند واحد. اول حاجه الخزنه قلت، وحساب السيارات اللي موجود في الممتلكات بتاعتي في حساب الاصول بتاعي اللي هي الممتلكات زاد، فرجعت تاني الكفتين بتوع الميزان اتظبطوا، بالانسد، تساوت. دي ببساطه شديده بشبهها بالبيبيون بتاع الحسابات، الفيون كان لازم تكون مظبوطه من كل الجوانب، والا يبقى شكلها مش حلو. طبعا احنا في الحسابات ما بنتكلمش بالشكل، بنتكلم بالارقام الدقيقه، لان دي يا صديقي حقوق مستثمرين، وكمان حقوق ناس بتشتغل مع الشركه من موردين وعملاء وجهات حكوميه وغيرها 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 من الجهات المتعامله معها الشركه. اذكرك بمعلومه سريعا قلناها في حلقه من حلقات حديث محاسبه قبل كده، ان الشركه هي شخص اعتباري، اعتبرناها شخص لان هي بتقوم بمعاملات ماليه. كل المعلومات المحاسبيه بتتضافر وبتترابط مع بعضها، بمعنى ادق يعني بتتحد مع بعضها علشان تتم العمليات الماليه في الشركه، والاستثمار ده ينجح ويزدهر ويكبر وينتشر ويكسب ويحقق ارباح. ده طبعا للمشروعات الهادفه للربح. اتمنى حلقه النهارده تكون عجبتكم والمعلومه تكون بسيطه. علشان تعرفوا اكتر تابعوا حريف محاسبه على قناه Ultimate Academy على اليوتيوب، وبنفس الاسم على منصات التواصل الاجتماعي.